عشان خاطر خلي بالك من نفسك. أنا مش فاهمة مالك، يعني مرضتيش بشان ابن عمي تتجوزي خالد ده؟ أنا مش عارفة فيك إيه، بس لو تصرحيني يا بنتي. دلال، فتحية مرات عمك كلمتني امبارح في موضوع سام، الناس عايزين منك رد يا بنتي. أرد أقول إيه بس يا ماما؟ سامي ده ابن عمي يعني زي أخويا، وعندي عامل زي أحمد وجلال كده، أتجوزه إزاي بس؟ ده حتى يبقى حرام. يا بنتي يا حبيبتي، سامي شاب محترم ومؤدب وبيحبك. حلو قوي الكلام ده، بس انا ما بحبوش. طب قولي لي بقى، انت في بالك حد تاني؟ غشيني ماما. ولا حد ولا سبت. بقولك يا ماما، سيبيني الحق اكل عشان البس عشان الحق السكشن، الدكتور معقد وما بيفوتش. طيب يا بنتي، ربنا يهدي سرك ويهديك للي فيه الخير. امين يا رب. ماما انت على طول ناسيه الجزر كده. ما لقيناش يا بنتي النهارده. معلش، طب ناويني بقى ميه من عندك كلها بالاخر. حلو قوي. عارفه ماما سيره تقشير البيض؟ تخرمي من فوق وتخرمي من تحت وتخبطي كده. مش عايزه اعطلك. مش بحب قوي. أنا عطلت. وأنا رحت فين؟ شفاف أنا يعني ولا إيه؟ ما أنا موجود. طب الحقيني، يعني المشكلة كلها فيها فين؟ لا
هو في ايه؟ زي ما انت شايفه مراد خطب. عقبالك. شفتي 4 سنين حب وسابت شغلها واشتغلت شغلته؟ الله يكون في عونها. يلا يا دلال بقى كبري دماغك ما تبقيش عبيطه كده. خطب بنت رئيس القسم يا ناهد. مراد طول عمره بني ادم انتهازي. انت بس ما كنتيش بتشوفي الكلام ده او ما بترضيش تشوفي الكلام ده، بس هو انت مصلحته. مصلحته. طب والحب؟ يا دلال يا حبيبه قلبي، المصلحه حاجه والحب حاجه تانية خالص. فيلا نقفل على الموضوع ده. وماما كريمه يا حرام الغلبانه، الست الجميله قلقان عليك من بدري. نهى بابا صراط المستقيم. بابا صدق الله العظيم يا بابا، لغاية امتى هتقعد كده ونتكلم ماشي يا بابا؟ يا بابا ارجوك سامحني، انا عارفه اني انا غلطت، ارجوك سامحني بابا. انت عارف انا قد ايه بحبك. ابص راسك كده. ناهد بنتي بنتي، الحقوني يا جماعه الحقوني. ناهد ناهد شوفي.